البيت إذ وضع. كنت مولاه علي مولاه علي مولاه اللهم اللهم غالبا والاه غالبا والاه عادي والعادة الذي أسد برج السماوي عنه خاسئا رجعا وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي رجعا وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما قرعا وأنت ذاك البطين الممتلي حكما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبا القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أعذب التهاني والتبريكات أبعثها مكللة بالود والولاء والورد والريحان إلى مولاي صاحب العصر والزمان المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإلى كل موال فطر على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بمناسبة عيد الغدير تنصيب لإمام علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه المناسبة التي تتجلى فيها معاني الأخوة بين الموالين، وهي أفضل النعم التي من الله بها على عباده، وهو من أعظم الأعياد، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما كمل الدين وما تمت النعمة وما رضي الله الإسلام دينا حتى تمت البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام، ونزل جبرائيل من قبل الله عز وجل مهنئا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الله عز وجل بتتويج الإمام علي تاج الولاية والخلافة. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي، وهو اليوم الذي أمرني الله بنصب أخي علي بن أبي طالب علما لأمتي يهتدون به من بعدي، وهو اليوم الذي أكمل فيه الدين على أمتي وأتمت على أمتي فيه النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم،
نزلت هذه الآية الكريمة على النبي صلى الله عليه وآله تأمره أن يبلغ ما أمره الله سبحانه به. وقد ذكر ثقات المفسرين أنها نزلت على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لكي يبلغ ولاية أمير المؤمنين عليه السلام إلى الناس. وقد ذكر المفسرون والمؤرخون والمحدثون جميعا في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر الذهاب إلى الحج في السنة الأخيرة من حياته، والذي عرف فيما بعد بحجة الوداع. فوجه صلى الله عليه وآله نداءه إلى المسلمين كافة، يدعوهم فيه إلى أداء فريضة الحج وتعلم مناسكه منه. فانتشر نبأ سفره وصدى ندائه في المسلمين جميعا، وتوافد الناس إلى المدينة المنورة وانضموا إلى موكب النبي صلى الله عليه وآله، حتى بلغ عدد الذين خرجوا معه 120,000 على أغلب الروايات، وفي بعض مصادر العامة 180,000. والتحق بالنبي صلى الله عليه وآله أناس كثيرون من اليمن ومكة وغيرهما. ولما أدى النبي صلى الله عليه وآله مناسك الحج انصرف راجعا إلى المدينة، وخرجت المسيرة التي كانت تربو على 120,000 من المسلمين، حتى وصلت إلى أرض تسمى خم، وفيها غدير اجتمع فيه ماء المطر يدعى غدير خم. وكان وصولهم إليه في اليوم 18 من شهر ذي الحجة من عام حجة الوداع. وعندما وصلت المسيرة العظيمة إلى هذه المنطقة، هبط الأمين جبرائيل من عند الله عز وجل على النبي الأقدس صلى الله عليه وآله هاتفا بالآية الكريمة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي في علي. فأبلغ جبرائيل الرسول صلى الله عليه وآله رسالة الله إليه بأن يقيم علي بن أبي طالب إماما على الناس وخليفة من بعده ووصيا له فيهم، وأن يبلغهم ما نزل في علي عليه السلام من الولاية وفرض الطاعة على كل أحد. فتوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المسير، وأمر أن يلحق به من تأخر عنه ويرجع من تقدم عليه. وكان الجو حارا جدا، حتى كان الرجل منهم يتصبب عرقا من شدة الحر، وبعضهم كان يضع بعض ردائه على رأسه، والبعض الآخر تحت قدميه لاتقاء جمرة الحر وشدته. وأدركتهم صلاة الظهر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالناس، ومدت له ظلال على شجرات، ووضعت أحداج الإبل بعضها فوق بعض حتى صارت كالمنبر. فوقف النبي
صلى الله عليه وآله عليها لكي يشاهده جميع الحاضرين، ورفع عقيرته من الأعماق ملقيا فيهم خطبة بليغة مسهبة ما زالت تصك مسامع الدهر، ثم قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنه لم يكن نبي من الأنبياء ممن كان قبلي إلا وقد عمره الله، ثم دعاه فأجابه: فأوشك أن أدعى فأجيب، وأنا مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت، فجزاك الله خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ وأن جنته حق وناره حق وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى، نشهد بذلك يا رسول الله، نشهد. فقال: اللهم اشهد. ثم قال: أيها الناس، ألا تسمعون؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وآله: فإني فرط على الحوض وأنتم واردون علي الحوض، وإن عرضه ما بين صنعاء وبصرى، فيه أقداح عدد النجوم من فضة، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ فقال النبي الأقدس صلى الله عليه وآله: الثقل الأكبر كتاب الله، طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم، فتمسكوا به لا تضلوا، والآخر الأصغر عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فسألت ذلك لهما ربي: فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد علي عليه السلام فرفعها حتى بان بياض إبطيهما، وعرفه القوم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي هذا مولاه، فعلي هذا مولاه، فعلي هذا مولاه. على فكرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها 3 مرات بأعلى صوته: وبعد ممكن أعلى: ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا هالمرة راح أقرأ، هالمرة دوركم أنتم تردون علي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله؟ ماكو شيعي، ماكو مؤمن، ماكو موالي، ماكو محب لأهل البيت محافظ هذه الكلمات. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: اللهم والي من؟ وعادي من؟ وأحب من؟ وأبغض من؟
وانصر من واخذل من وأدر الحق معه حيث ألا فليبلغ الشاهد منكم ال صل على محمد وآل محمد. قال أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال: محمد النبي أخي وصنوي. هذه أبيات أمير المؤمنين. محمد النبي أخي وصنوي، وحمزة السيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبطا أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من فهمي وعلمي، فأوجبت لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خم، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يلقى الإله غدا بظلمي. صل على محمد وآل محمد. العلي الذي فوق العلا رفعا بأرض مكة وسط البيت إذ وضعا، وضعا. أنت العلي الذي فوق العلا رفعا بأرض مكة وسط البيت إذ وضعا، وأنت حيدرة الغامي الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا. الآن يتفضل سماحة السيد أحمد الواعظ ليلقي على مسامعنا كلمته النورانية في هذه المناسبة السعيدة على قلوبنا. نستقبله بعد الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا وشافعنا سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سيما ابن عمه عليا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين صلوات الله عليه. والسلام عليكم أيها الحفل الكريم البهيج ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. تحية طيبة إليكم جميعا، وأسعد الله أيامكم بذكرى عيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر. نتوقف عند هذه الآية وعند بعض المحطات المهمة التي أثيرت حولها. بادئ ذي بدء، ما هي أهمية يوم الغدير؟ وما هي فائدة يوم الغدير؟ واسمحوا لي أشير إلى بعض التساؤلات اللي أراها هامة. هل استشهد علي عليه السلام في واقعة الغدير يوما ما؟ وهل استشهد فيها أهل البيت؟ وهل استشهد الصحابة
الكرام بحادثة الغدير في يوم من الأيام؟ وهل حديث الغدير متواترا أصلا؟ وما هي درجة تواتره حتى لا يكرر الحديث؟ لأن أحيانا بعض الأحبة نراهم في أكثر من محاضرة، لهذا نتوقف عند اللباب، وفي كل مكان نثير زاوية من زوايا الحديث، لأن حادثة الغدير ليست بالحادثة العابرة. حادثة الغدير أيها الأخوة، أنا أنصح حقيقة بمراجعة الموسوعة الخالدة لمولانا الخالد المرحوم آية الله الشيخ عبد الحسين الأمين رحمه الله الأميني، من أروع الموسوعات الخالدة. الأميني يذكر 110 من صحابة رسول الله يروون حديث يوم الغدير، 110 طريقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 110 من الصحابة، زائدا 84 تابعيا، زائدا 360 عالما وأديبا، يذكر حادثة يوم الغدير. بربك الكريم، كيف يكون التواتر إذا لم يكن حديث الغدير متواترا؟ كيف يكون التواتر؟ هل تعلم أن ليس لنا حديث أكثر وثاقة وأكثر تواترا من حديث يوم الغدير؟ هل تعلم؟ حدث أيها الأخوة، النبي صلى الله عليه وآله أتى بحديث الغدير وحادثة الغدير في سياق مخطط له سماويا، أعلم الناس بأنها آخر الحجة له، والمسلمون أتوا من كل حدب وصوب من أطراف المدينة وأهل المدينة ليروا ويشهدوا حج النبي عن كثب وعن قرب. وفعلا التاريخ يذكر أرقام من سيرة الحلبي، السيرة الدحلانية إلى غيرها، وصل عديد الذين خرجوا مع النبي إلى 120,000 مسلما. هذه ناهيك عن أهل مكة ومن التحق بحج رسول الله من أطراف مكة. جه صار الحج، حجوا كما رأيتموني أحج، خذوا عني مناسككم. في اليوم 15 من شهر ذي الحجة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يوم الاثنين في التاريخ موجود، وأمر بلالا أن ينادي في الناس: لا يبقى غدا أحد إلا خرج إلى غدير خم. هرع الناس كلهم خرجوا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يبين ركنين أساسيين في أواخر أيامه صلى الله عليه وآله: واحد الحج، والثاني أمر الاستخلاف. يروح ويجي يقول مات النبي ولم يوصي. مع عمي أنت تدري، اقرأ شوية التاريخ، أكو كثيرين إلى الآن يغطي الشمس بغربال، لو يغمض عينيه ويضع يديه على عينيه ويقول ماكو شمس، لو وخر يدك وشوف الشمس، لو لا تكابر. أكو من يحتطب بالليل من ذاك الوقت وهالوقت وبعدين، ورحت تشوف يحتطب بالليل شو سوي. تلاحظ هذه القضية بهذه الأهمية بهذا المستوى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الجموع الغفيرة الألوف المؤلفة، ينزل عليه قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أنا أتوقف عند بعض النقاط. أولا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأخوة في هذه المناسبة، وهي المناسبة الوحيدة
التي قال فيها هنئوني. فالبشارة لكم تفرحون بها. هل تعلم أن يوم الغدير يوم 18 الذي خطب فيه رسول الله خطبته وعين عليا عليه السلام واستخلفه بالإمامة كان في مثل هذا اليوم خميس و18 ذي الحجة نفس اليوم. خروج النبي من مكة كان يوم 15 يوم الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، اليوم الخميس يوم 18. واليوم الوحيد اللي قال فيه هنئوني هو يوم الغدير. ويوم الغدير كان عيدا أيها الأخوة عند المسلمين. تقول لي كيف إشلون؟ لأن النبي أمر أن يتخذ عيد صلى الله عليه وآله، والدليل وضع الخيمتين، خيمة له وخيمة لعلي، ويدخل عليه المهنئون. ما قال هنئوني في زفافه لخديجة عليها السلام أم المؤمنين، ما قال هنئوني صلى الله عليه وآله وسلم وهو قد نجا بمعجزة سماوية من قريش، ما قال هنئوني والألوف يستقبلونه بمشارف المدينة، لكن ولا قال هنئوني يوم فتح مكة وهو أكبر فتح، ولا بفتح خيبر، لكن يوم الغدير قال هنئوني هنئوني، وهنأه المسلمون. هسه يجي بعض المكابرين، هذا شيء آخر، وإلا خلي كلمة بخ هالحرفين، ما أقول لك كلمة طويلة وماكو بالجوجل وماكو بالمدري وين، كلمة بخ تطلع القصة بتفاصيلها، من قال بخ ومن بخ بخ. يا حبيبي اقرأ اقرأ يا عزيزي. لما أتى الصحابة وكبارهم وهم يقولون بخ بخ لك يا علي، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، هاي ما كانت تهنئة. لما تقرأ بطون الكتب تجد أن يوم الغدير كان عيدا عند كل المسلمين. بس إشارة وأتوقف عند مفاصل الآية. لاحظوا أيها الأخوة، من الكتب المعروفة عند المسلمين هي ثمار القلوب. ثمار القلوب يكتبه رجل يدعى بالثعالبي. الثعالبي رجل في عهد الإمام الرضا والجواد والإمام الهادي، من كبار علماء إخواننا، عند يتيمة الدهر، لطائف المعارف. في كتابه ثمار القلوب يذكر يوم الغدير عيدا ويوما معروفا عند المسلمين. أنا عندي الأوراق بس الآن لا مجال للدخول في التفاصيل. ابن تيمية يعترض، يقول الجاهلون يصومون ما أدري أول خميس من رجب وما أدري كذا، ويقصد بالجاهلين أتباع مدرسة أهل البيت حقيقة. ونسي هذا، وبالضمن يذكر صيام 18 من شهر ذي الحجة. أذكره أن أحد رواة الصيام ليوم 18 مثل اليوم هو أبو هريرة، في حديث له يرويه عن النبي، يروي ابن المغازل عن أبي هريرة: من صام يوم 18 يوم غدير خم، من ذي الحجة يوم غدير خم، كمن صام 60 شهرا. هذه مو رافض يقولها، يقولها أبو هريرة يروي الحديث. صيام هذا اليوم، الدعاء في هذا اليوم، ورد عندنا الإنابة، يوم الإنابة ويوم التوبة ويوم الانقطاع إلى الله عز وجل. هسه ما أريد أتوقف عند ظاهرة العيد. ثمار القلوب الثعالبي يذكر أن يوم الغدير عيد. أبو ريحان البيروني له كتاب الآثار الباقية، سجل الآثار الباقية مما استعمله أهل الإسلام من الأعياد، يذكر هناك أيها الأحبة أن يوم الغدير من الأعياد المعروفة عند المسلمين. أكو أعجب من هذا، ابن خلي كان، ابن خلي كان هذا رجل من الكبار عنده كتاب وفيات الأعيان،
المجلد 1 صفحة رقم 60 أنطيك إياها. يقول: فقبض المستنصر بالله العميدي لإثنتي عشر ليلة بقيت من شهر ذي الحجة سنة 87 و400، 12 ليلة باقي من ذي الحجة من سنة 487. بعدين يقول: قلت وهي ليلة عيد الغدير. يتبين بذاك الوقت كلمة عيد الغدير كلمة شائعة عند الناس، عند المسلمين. لا تشوف اليوم الموالون وحدهم يحتفلون بعيد الغدير، كان جميع المسلمين يحتفلون، لكن أنت اقرأ العهد الأموي واقرأ مثلا العهد العباسي واقرأ تاريخ وعاظ السلاطين ومفاعل ومصانع الحديث اللي أسسها الأمويون، وشوف وشوف واقرأ الكثير. التعتيم القائم على الغدير خصوصا مستهدف. وإلا أضرب لك مثال، احنا عدنا في أسباب نزول الآيات وشأن نزولها يكتفي المفسرون بقول أو قولين، بحديث أو حديثين. قال ابن عباس نزلت في فلان، قال ابن فلان أبو سعيد الخدري نزلت في كذا وكذا. لكن في حادثة يوم الغدير رغم عشرات الصحابة من البراء بن عازب إلى حذيفة بن اليمان إلى جابر الأنصاري إلى أبي هريرة إلى كثير من الصحابة، سبحان الله، ولا يؤخذ بأقوالهم في شأن نزول آية الغدير يا أيها الرسول بلغ، يغضون الطرف. رغم 110 صحابة عندنا يروون قضية الغدير، 84 تابعيا، 360 عالما وأديبا يرويهم ينقلهم، لكن مع ذلك أكو فالتمويه. بل أكثر من ذلك، سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن لا يذكر شأن نزول الآية، كأن الآية ما لها سبب ولا لها شأن في نزوله. صاحب تفسير المنار محمد رضا المعروف، صاحب تفسير المنار، لا يذكر شأن النزول أبدا، كأن الآية ليس لها شأن في النزول ولا سبب في النزول. هذا أسلوب متبع حقيقة أقول تجاه علي صلوات الله عليه، وإلا شأن نزول الآيات قول أو قولين يكفي، لكن في شأن نزول هذه الآية إما سكوت مطلق، ورغم هذا العدد الكبير من الرواة ويجي بعض يشكك في تواتر الحديث. بربك إذا 110 صحابة يروون حديثا ولا يكون متواترا فكيف يكون التواتر؟ انطيني. إذا ابن تيمية حديث الثقلين يرويه 70 صحابيا تواتر في صحاح المسلمين وأسانيدهم، وهو هم يقول ورواه الترمذي ولكنه ضعيف. إذا حديث الثقلين ضعيف ما تقول لي السمين من هو؟ قل لي. إذا حادثة الغدير بكبرها، أيها الأخوة، أكو هناك حقيقة تعامي عن حادثة الغدير. هذا حسان بن ثابت يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا. حسان بن ثابت رجل صحابي، وهاي الأبيات ذكرتها كتب التاريخ والموسوعات التاريخية والحديثية وأبيات حسان، كل هذا يغضى عنه للأسف أقول. ثم هناك موجة من التشكيك في مفاهيم ومداليل ألفاظ الآيات. أضرب لك فد مثال، واحدة من الأمور أيها الأخوة، يقول: هل استشهد علي عليه السلام بحادثة الغدير بعد وفاة رسول الله؟ هذا هو يثير بعض الجهلاء. هل فعلا فد يوم إذا هشك الحدث 120,000 مسلم، هل إجا يوم علي وقال أنت كنت يوم الغدير ما سمعت النبي ما استشهد بحديث؟ ولا مرة. هكذا يقولون. عمي اقرأ التاريخ، المرحوم الأميني في المجلد الأول راجعه، كل بيت موالي يجب أن يكون فيه كتاب الغدير، من أرقى الكتب العقائدية، من أرقى الكتب المهمة أيها الأخوة. يذكر هناك اللطيف الكثير علي سلام الله عليه استشهد بحادثة الغدير وحديث الغدير مرات ومرات،
أخذ يوم الشورى. قال هل فيكم من قال فيه رسول الله من كنت مولاه فآذى علي مولاه؟ استشهد بها، استشهد بها بالكوفة صلوات الله عليه، استشهد بها أيضا في المسجد، في مسجد رسول الله بعيد وفاته، استشهد بها أيضا في الجمل أمام طلحة، واستشهد بها أيضا في صفين بين الصفين، ومئتا ألف مسلم يسمعون، ويقال مئتا وعشرة آلاف، 110 جيش معاوية و100 ألف جيش أمير المؤمنين. خطب بين الصفين واستشهد الإمام بهذا الحديث صلوات الله عليه. أولم يقل في رسول الله يوم غدير قوم من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ ثم استشهد على ذلك من الحاضرين، التاريخ يذكر، شوف مناقب الخارزمي وهو حنفي، يقول فقام 12 رجلا بدريا فشهدوا لعلي أنهم سمعوا هذا من رسول الله. ويطلع جاهل يقول ما شفنا علي استشهد في يوم من الأيام وقال أنا النبي وصى علي واستخلفني يوم الغدير. إلى الآن أكو مكابر ينكر هذا الشيء للأسف. لاحظوا أيها الأخوة، مو فقط الإمام، هسه للعلم أقول الإمام استشهد 12 رجل قاموا شهد يوم صفين. أنت تعرف يوم صفين التاريخ يذكر كان إلى جنب أمير المؤمنين 800 ويقال 900 من صحابة رسول الله، وكان إلى جنب الطرف الآخر 5، ومعروف تاريخهم 5، راجع الأدلة الجنائية تعرف من هذول تاريخهم وسوابقهم، 5 اللي مع علي من الصحابة، العيار الثقيل، الأرقام الوزينة. حقيقة أقول يعني أكو أصحاب كبار وأصحاب لهم شهادات والنبي شهد لهم، مثل عمار، مثل خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين وأمثال هؤلاء. أكثر من هذا، المرحوم الأميني يذكر أن 22 صحابيا استشهد بحادثة الغدير على خصومه، يذكرهم الأميني، ومنهم عمرو بن العاص. قال لمعاوية قال فيك قال رسول الله من كنت مولاه فآذى علي مولاه؟ لو بعلي. أولا مسألة الكفر أيها الأخوة، الكفر في اللغة الترك والإنكار، هذا معنى. إذا واحد أنكر الله عز وجل فقد كفر به، إذا واحد أنكر النبوة فقد كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا واحد مثلا كفر بالولاية فهو إذن شنو؟ منكر لولاية الإمام سلام الله عليه. واحد ينكر إحسانك إليه يقال شنو؟ كفر بإحسانك. أدل مو أدل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. اللي ينكر نعم الله ولا يشكر الله القرآن يسميه كافر، فما إلها ربط يقول هذه تخص أهل الكتاب وغير ذلك، لا، إنما القرآن الله عز وجل يعلم أن هناك من ينكر ويكفر بإمامة علي أمير المؤمنين. الشيخ مرعي الأنطاكي، محمد مرعي الأنطاكي رحمه الله، صاحب كتاب لماذا اخترت مذهب أهل البيت، من أروع الكتب، هو يقول حدثت أحد القضاة والعلماء في بلدنا، ما أذكر اسم البلد، يقول حدثته وجبت له أسانيد ومصادر حديث يوم الغدير والقصة والتفاصيل كلها. قال لي شيخ محمد؟ قلت له نعم. قال لي كل اللي جبته من مصادر صحيح وهذه كلها مصادرنا وندري، لكن لو خرج رسول الله اليوم الساعة ورفع يد علي أمامي لما قبلت عليا إماما. لا تلومه. النبي صلى الله عليه وآله يقول له يا علي لا يحبك إلا طيب الولادة. اللي يحب علي هذا خلي يعرف الولادة طيبة، الأب طيب، الأم طيبة، النسب كريم المحتد. لا يحبك إلا طيب الولادة ولا يبغضك إلا من خبثت ولادته. اللي يجد في قلبه كرها لعلي ولأهل البيت
فليعلم أن هناك خبثا في الولادة. خلي راجع شوف شنو المشكلة. فبيت قصيد، هذه الإشكالات كلها ليس لها قيمة. يا أيها الرسول بلغ، بلغ شنو معناها؟ عندي وقت دقائق، بلغ شنو معناها؟ يقال أيها الإخوة باللغة العربية بلغ أي وصل، اسمح لي، بلغ يعني شنو؟ وصل. القرآن شي يقول؟ يقول وإذ زاغت الأبصار، بعدين وبلغت القلوب الحناجر، يعني وصلت. طبعا البلوغ هو الوصول، الوصول إلى الشيء سواء زمانا أو مكانا. فإذا بلغنا أجلهن، يتبين بالزمان ويتبين بالمكان. فلما أكو بالآية الشريفة، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه علما وحكما وكذلك نجزي المحسنين. بلغ يعني وصل أشده. ليش يقال أيها الأخوة بلغ الصبي؟ بلغ الصبي يعني شنو؟ وصل إلى الاحتلام، وصل إلى التكليف، بلغت الجارية. ليش يقال هذا قول بليغ أو رجل عند بلاغة؟ يعني شنو؟ يعني يصل إلى مراده. إذن البلاغة هي الوصول، يصل إلى مراده. يقال شنو في هذه الحالة؟ يقال بليغ. القرآن يقول وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بلاغ الوصول، أن يوصل تعاليم السماء إلى الناس، إلى البشر، هذا البلاغ، هذا التبليغ. سبحان الله، القرآن الكريم بيه روائع. شوف ما استخدم كلمة وصل، استخدم كلمة شنو؟ بلغ أو بلغ، ما قال وصل. شنو الفرق؟ تدري الفرق شنو؟ الوصول ما بي محتوى ومضمون ومفهوم البلوغ. شلون؟ الوصول الوصول إلى الشيء، البلوغ بلوغ الشيء، أي الوصول إلى قمته ومنتهاه، هذا الفرق. يقال مثلا بلغت الثمرة، ما يقولون وصلت. بلغت يعني شنو؟ يعني لحقت واستوت، صحيح؟ الوصول إلى قمة الشيء ومنتهاه يقال بلوغ، لكن الوصول ما بها المعنى. روعة القرآن. وما يقول له يا رسول الله أبلغ، يا أيها الرسول بلغ. الراغب في المفردات يقول وبلغ أكثر توكيدا من أبلغ. بلغ صيغة مبالغة تعني الاستمرارية. ألفية ابن مالك، إذا بعضكم يجيد العربية ويحب الألفية أو يدرس أو يدرس ألفية ابن مالك النحوية المعروفة، إلها شروح السيوطي وشرح ابن عقيل وكذا، شايفيها يمكن بعضكم. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. اتشاهد أحمد رب الله، أحمد يعني لازلت حامدا، أحمد وأحمد وأحمد، صيغة المضارع يعني تعني الاستمرار، صحيح؟ استمرارية. إهلان القرآن يقول له يا أيها الرسول بلغ، يعني استمر وأكثر. وهو النبي في آخر الخطبة شنو قال؟ ألا فليبلغ الشاهد الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة، لأن القضية قضية معادية. لهذا النبي يأمرنا أن نبلغ أبناءنا ونبلغ غيرنا، وهالمجلس هو صدى لتبليغ رسول الله. احنا هم نبلغ ما امرنا رسول الله بتبليغه. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل شنو من قضيه مهمه. تقول لي يهود، النبي قضى على اليهود، قال نقاع قريظة وما ادري بني النضير. تقول لي على المشركين، فتح مكه سنه 8 وهاي سنه 10 قبل وفاته بايام. يقول لي ما أدري، إجا في خوف النبي من المنافقين، وين ظل منافق؟ كلهم تبخروا وراحوا. شنو هالقضية المهمة؟ النبي قطع أشواط التبليغ كلها قبل وفاته بسبعين يوما، من 18 ذي الحجة اليوم إلى 28 صفر وفاة النبي 70 يوم. الله اليوم يقول له وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني هذا الأمر بغاية الخطورة، إذا ما تبلغ أنت ما مسوي شيء. بعدين القرآن دفع دخل مقدر، والله يعصمك من الناس.
لا تخاف، احنا نحفظك. مو تخاف خوفا جسديا او على نفسه، كان يخشى من وضع العراقيل. الأمة فيها كثير من الحاقدين، أخذ مثل النعمان بن الحارث الفهري، أهذا منك أم من الله؟ اللهم إن كان هذا من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الله عز وجل هم أمطره بحجارة واحدة. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. أكو كثيرين يخشى العراقيل، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. زيد بن أرقم يقول كان أول من صافح النبي وعليا أبو بكر، ثم عمر وطلحة وعثمان وطلحة والزبير والمهاجرون والأنصار، ثم سائر الناس. الكل اشتركوا بالتهنئة، والبخبخة حديثها معروف، بخن بخن لك يا علي. الكل هنأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقام حسان أنشد هذه الأبيات الرائعة، أقراها لكم وأختم حديثي. يناديهم وقال له يا رسول الله أقول هذا شعرا؟ قال له قم على اسم الله أو على بركة الله. فأنشد الصحابي حسان يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، وأسمع بالرسول مناديا، فقال فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. فقال له قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق مواليا. هناك دعا اللهم والي وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. والسلام عليكم أيها الأحبة الكرام، والسلام عليكم أينما كنتم وحيثما كنتم، في رحاب علي أمير المؤمنين والغدير، ورحمة الله وبركاته. العلي الذي فوق العلا رفع، رفع بأرض مكة وسط البيت إذ وضع، وضع. أنت العلي الذي فوق العلا رفع، رفع بأرض مكة وسط البيت إذ وضع. رجع أنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجع. صل على محمد وآل محمد. صدق الشعبي في قوله كان علي في هذه الأمة مثل المسيح ابن مريم في بني إسرائيل، أحبه قوم فكفروا في حبه، وأبغضه قوم فكفروا في بغضه. وهذا الكلام كما قال هو نفسه عليه السلام: هلك في رجلان محب غال ومبغض قال. نشكر سماحة السيد أحمد الواعظ على هذه الكلمة، نسأل الله تعالى بأن يجعله في ميزان أعماله بإذن الله تعالى. الآن يتفضل الشاب علي السليمان الطفل 10 سنوات، بسم الله عليه، يلقي على مسامعنا بعض من الأبيات إن شاء الله. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المؤمنين. نتقدم إلى مقام صاحب العصر والزمان
عجل الله تعالى فرجه الشريف وإلى مقام المراجع العظام وإلى كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وإليكم أيها الحفل الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الغدير، عيد الولاية، عيد الله الأكبر المسمى بالسماء يوم العهد المعهود، وفي الأرض يوم الجمع المسؤول والميثاق المأخوذ. أسعد الله أيامكم بهذه المناسبة السعيدة. أفلاح من صلى على محمد وآل محمد. الأديب المرحوم أحمد بن الحاج رشيد مندو من جمهورية سوريا العربية في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إلى ما لسان الحق لا يتكلم ويعلن ما يخفي الضلال الغشمشم، وقد آن إعلان الحقائق في الورى فنادى وقد أضناه ذاك التكتم. أبا حسن أنت الذي هو لا فتى سواه وأقضى العالمين وأحزموا، وأسبقهم للمصطفى وبعهده على كل مخلوق سواك محرم. وفي كعبة الباري ولدت ولم يكن لغيرك ذاك الحلال المحرم، ولم تعبد الأوثان في الدهر لحظة وأنت لها دون الأنام المحطم، وأنت كطاها في الأواصر والعلا لك النسب العالي الشريف المفخم، ووالد سبطيه وباب علومه، وأنت له الظن والوصي المكرم، وصمصامه المردي جبابرة الورى ومخرس كل الخلق إذ تتكلم، وزوجتك الزهراء بضعة أحمد أجل نساء العالمين وأكرم، وأنت الذي في كل زحف وموقف علي أمير المؤمنين المعظم. سواك عن الهادي يفر ودائما بسيفك حتف المعتدين المحتم، فكم فاجر منه تفجر قلبه وفل به جيش الضلال العرمرم، وعنك جميع العلم يصدر للورى وينحدر السيل الذي هو محكم، ولولاك كيف المسلمون مصيرهم بعمرو بن ود حينما عنه أحجموا، ويوم حنين حين فروا وأدبروا، وأنت تفل المشركين وتهجموا، وعن مرحب ولوا فهل كان مؤمن ودين هدى لولا ضباك ومسلم، ببعض الذي أوتيت من خالق الورى بهرت عقول الناس حتى توهموا، يقولون عنك الرب من بعد ما رأوا بأنك شخص آدمي مجسم، وماذا يقول الناس لو كشف الغطاء فضلك فيهم بان وهو متمم، ولا يعلم الفضل الذي أنت نلته سوى الله والهادي كما أنت تعلم، وأنت الإمام المرتضى الزاهد الذي بدنياه لم يغرره تبر ودرهم، لك اسم أمير المؤمنين فريضة عليك به كل الصحابة سلموا،
بخم به نادى الرسول وإنه على كل مخلوق سواك محرم. فبالله سلما أخروك بزعمهم بأي معانيهم عليك تقدموا. وأنت بنص الذكر نفس محمد وفضلك في الإسلام فيهم مسلم. وكل الذي والاك ناج ومبصر وكل الذي والاك ناج ومبصر وكل الذي عاداك أعمى وأبكم. وهل بطلت يوما نبوة أحمد غداة على إنكاره القوم أقدموا. فأنت من الرحمن محنة خلقه وفي ذاك ما يكفي لمن كان يفهم. ومني على المبعوث طه وآله صلاة يطيب النظم فيها ويختم. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلي الذي فوق العلا رفع في أرض مكة وسط البيت إذ وضع. أنت العلي الذي فوق العلا رفع في أرض مكة وسط البيت إذ وضع. رجع أنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجع. طيب الله أنفاسك، بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعله في أعلى العليين بإذن الله تعالى. اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نرحب بسماحة السيد أحمد الشيرازي النجل المرجع الكبير آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ علماءنا ومراجعنا الأجلاء في مشارق الأرض ومغاربها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. طبعا إخواني لضيق الوقت لا أطيل عليكم، يتفضل الآن خادم أهل البيت ملا ناصر، يتفضل بعد الصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله وأيامكم وأيامنا بذكرى عيد الغدير الأغر الأكبر. نجوم على الأكوان يسطع نورها بذكراهم يزهو الحطيم وزمزم. نجوم على الأكوان يسطع نورها بذكراهم يزهو الحطيم وزمزم. ودلاء للباري سائب أدلاء للباري سحائب وجودهم تفيض على الأزمان عطرا منهم. مصادق وحي الله هديا للورى في ذكرهم لحن الهدى يترنموا. ما إن جرى ذكر لهم في مجلسين ما إن جرى ذكر لهم في مجلس زيدوا عليه بالصلاة وسلموا. أهل بيت طهروا من دنس ذاك نص في كتاب الله آت. هم في الدهر سادات لنا وفي الحشر لهم أسمى الدرجات.
فإذا ما ذكروا في مجلس كانت الأملاك فيه نازلات وليمحى كل ذنب عندنا ارفعوا أصواتكم بالصلوات. زوار النجف وياكم اخذوني زوار النجف وياكم اخذوني زوار النجف وياكم وياكم اخذوني زوار النجف وياكم زوار النجف يا محلى الزيارة لذاكم الحسنين أوصل للنجف وفدي له العينين. يا محلى الزيارة لذاكم الحسنين أوصل للنجف وفدي له العينين. يا شيعة دق اللول الدرب تشاوين يا شيعة دق اللول الدرب تشاوين للقبت أريد أوصل دخلوني زوار النجف دوني زوار النجف. يا محلى الزيارة لذاك أبو الحسنين أوصل للنجف وفدي له العينين. يا شيعة دق اللول الدرب تشاوين يا شيعة دق اللول الدرب تشاوين للقبت أريد أوصل دخلوني زوار النجف وياكم زوار النجف. يا محلى المنارة من يصير الليل تضويك البدر والقبة جنها سهيل. يا محلى المنارة من يصير الليل تضويك البدر والقبة جنها سهيل. والشباك يفوح من عطر الهيل والشباك يفوح من العطر سهيل. بالله عليكم القب تدودوني زوار النجف وياكم هني زوار النجف. يا زاير من تزور وتقصد الحيدر يا زاير من تزور وتقصد الحيدر زور حسين والعباس والأكبر. الله يتمنى لكم زيارة. يا زاير من تزور وتقصد الحيدر زور حسين والعباس والأكبر ولا تنسى زيارة موسى بن جعفر ولا تنسى زيارة موسى بن جعفر المعدن الجود اللي ضوى عيوني زوار النجف وياكم هني زوار النجف. يا زاير من تزور الأرض النجف عاني لا تنسى حبيب ومسلم وهاني. يا زاير من تزور الأرض النجف عاني لا تنسى حبيب ومسلم وهاني. عليهم بس أون الدهر خلاني خلوني أصلهم لا تمنعوني زوار النجف هني زوار النجف. جوابك علي هكذا كنا وما زلنا ومن مات لنا على حبي هكذا كنا وما زلنا ومن مات لنا على حبي. شيعة خافقنا ذاب من الوجد لا يبعثه غيره نحن كنا في مطاوي الغيب أشباحا يناغينا ويرعانا
ونظرنا في السماء وكانت كعبة الأفلاك تهبط في بيتي، ما سمعنا ليلة المعراج والعالم في صوت سوى صوته، ما سمعنا ليلة المعراج والعالم في صمت سوى صوته، ما قرأنا ما سمعنا ما تلفظنا بشيء هو أغلى من علي. طالعت تاريخ الكمات من الزمان الأول، طالعت تاريخ الكمات من الزمان الأول، وقرأت ساحات الحروب قراءة المتأمل، فوجدت منقوشا على الصفحات بالخط الجلي لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلي الذي فوق العلا رفع في أرض مكة وسط البيت إذ وضع، أنت العلي الذي فوق العلا رفع في أرض مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت حيدرة رجع، أنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجع. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: كنا عند الإمام الرضا عليه السلام والمجلس غاص بأهله، فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس، فقال الرضا عليه السلام: حدثني أبي عن أبيه عليه السلام قال: إن يوم الغدير في السماء أشهر منه في الأرض، إن لله في الفردوس الأعلى قصرا، لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فيه 100,000 قبة من ياقوتة حمراء، و100,000 خيمة من ياقوت أخضر، ترابه المسك والعنبر، فيه 4 أنهار، نهر من خمر، ونهر من ماء، ونهر من لبن، ونهر من عسل، وحواليه أشجار جميع الفواكه، عليه طيور أبدانها من لؤلؤ، وأجنحتها من ياقوت تصوت بألوان الأصوات. إذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل السماوات يسبحون الله ويقدسونه ويهللونه، فتطاير تلك الطيور فتقع في ذلك الماء وتتمرغ على ذلك المسك والعنبر، فإذا اجتمعت الملائكة طارت فتنفذ ذلك عليهم، وإنهم في ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة عليه السلام. فإذا كان آخر ذلك اليوم، فإذا كان آخر ذلك اليوم، نودوا انصرفوا إلى مراتبكم، فقد أمنتكم من الخطأ والزلل إلى قابل في مثل هذا اليوم، تكرمة لمحمد صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام. ثم قال الرضا عليه السلام: يا ابن أبي نصر، أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هنيئا لأولئك الذين يطوفون حول قبر
علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تعالى بأن يرزقنا في القريب العاجل زيارة علي صلوات الله وسلامه عليه. يا ابن أبي ناصر فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين عليه السلام، فإن الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب 60 سنة، ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر، والدرهم فيه 1000 درهم لإخوانك العارفين. فافضل على إخوانك في هذا اليوم وسر فيه كل مؤمن ومؤمنة. صلوا على محمد وآل محمد. أعزائي المؤمنين، آخر فقرتين وبعدها إن شاء الله جوائز الأمير، روحي له الفداء. الآن يتفضل خادم أهل البيت ذات الصوت الجميل الشجي الرادود قحطان البديري، نستقبله بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المناسبة العطرة، ونحن وإياكم نعيش هذه الأفراح ذكرى تتويج علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ذكرى عيد الله الأكبر عيد الغدير. شسع من عليك أنفي يا أبا الحسن، هيهات أنساك من مهدي إلى كفن. لنا عليك أنفي خلي فكرك يمي، الله يبارك فيك. هيهات أنساك من مهدي إلى كفني، في بطن أمي عسر الطلق يوهنها، في بطن أمي وعسر الطلق يوهنها، أدركتنا بعد أن صاحت، أدركتنا بعد أن صاحت من الوهن يا علي، يا علي أغثنا وهي باكية، فكانت
فكان أول صوتي فكان أول صوت مر في أذني. صلى الله عليه وسلم. علي العروة الوثقى يا من ما غيرك العروة يا علي يا علي يا علي يا علي علي العروة الوثقى يا من ما والله ما خاب الدخل بحماك أسد ويلجافتك لبوك. هاي الليلة ليلة أفراح والأجر على قدر المشقة، فالكل يشارك ويفرح لعلي بن أبي طالب، وإن شاء الله ببركة هذه الليلة مقضية الحوائج. اللهم بحق هذه الليلة المباركة شافي وعافي جميع المرضى يا الله. سمعونا صلوات حيدرية بأعلى أصواتكم. إيه ما شاء الله. إيه والله فرض حبك يا حامل جاء بيها الله أصدري الفتوى ودعونا نطوف برحابك وجينا نلبي دعوة وشفنا الأرض شفنا الأرض يا علي يا علي شفنا الأرض من جينا عمي بزمزم ترتوي الحجاج والله بزمزم ترتوي الحجاج ويحنا بحضرتك نروي والله ايحنا بحضرتك نروي. صل على محمد وآل محمد. العلي العالي بعلينا من علينا بعلي وفضل عليهم من علينا عمي وين العالي الأعلى من علينا سوى الباري ونبي وهاي هي صلوات فرحة الشيعة الميسية بالولاية الحيدرية اللي يا غصن الدين ورد فرحي يا أمة محمد بالولاية الحيدرية بالولاية الحيدرية آه انت بس انت يا حيدر انت بس انت الويلي هتف جبرائيل باسمك لا فتى الا علي لا فتى اي ما شاء الله انت بس انت يا حيدر انت بس انت الويلي هتف جبرائيل باسمك لا فتى الا علي والله فرحة الشيعة الميسية
بس انت يا حيدر، انت بس انت الويلي، هتف جبرائيل باسمك لا فتى الا علي. صيح لا فتى الا علي، والله فرحة الشيعة الميسية بالولاية الحيدرية، ليلة غصن الدين ورت فرح يا أمة محمد بالولاية الحيدرية. صلوات إن شاء الله على هالحماس هذا وعلى هالجواب هذا. نقول علي 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 مولانا يا علي، علي 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 مولانا يا علي. لا تقصر نشمي، الله يبارك بيك. علي 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 مولانا يا علي، علي 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 مولانا يا علي، علي ما شاء الله. مولانا يا علي، علي علي يحفظك أمير المؤمنين. بعد بعد أعلى، علي 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 بعد بعد علي 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 علي. والله خصك الله للرسالة يا علي، الهادي شفناه قال بعد انت الولي حب كتبناه، يا حبيب الأولي الحب كتبناه، يا حبيب الأولي. علي 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 ما صيح علي 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 ما. والله بهاي الأعياد قلبي متجف بيعته وينثر أوراد، ونعم حيدر كلمته ولحن الإنشاد بيتردد شيعته، لحن الإنشاد بيتردد شيعته. علي 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 ما شاء الله، علي موفق إن شاء الله مولا يا علي 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 يا على هواك، وانت نبضات السرن حاش انساك سيدي يا بالحسن بشدة خاك، يا علي يوم المحن بشدة خاك، يا علي يوم المحن. علي 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 ما شاء الله، علي بعد بعد علي علي. الله يبارك بهاي الأصوات والله. إيه علي 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 حامي الجار، اليوم جينا نبايعك ننثر أزهار على كل من شايعك كوكب أسرار، ذو الجلال رافعك كوكب أسرار، ذو الجلال رافعك. علي 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 مولانا صيح علي 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 مولانا بعد بعد علي خبر موثوق. اسمع 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 عاجل هالخبر موثوق، اجتنا اجتنا من الاحباب اخبار
هوسه من النجف وصلت توصف حالة الزوار على كثر التبايع ليك الشارع صبح محتار ها خوتها بعد عليها ها خوتها تلقاها ها تلقاها تلقاها حيدر بجفوفه تلقاها حيدر والله علي 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 مولانا يا علي إيه صوتك صوتك بعد علي 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 يا علي بعيدك اليوم شرفت كل الأمم وحبي مرسوم نعم يا حيدر نعم يمك تحوم يأدي مولاي القسم يمك يحوم يأدي مولاي القسم علي 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 بعد بعد علي 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 ما شاء الله اي على جفوف الولاية شموع وجينا وعلى قد صحن حيدر ورد طشينا اليوم اللي بايع يكتمل دينه وهنياله هنياله ها هنياله من بايع تنخيت وصحت بقصى الشمال ولو توازيت ونخيت بأسمر علي من تنخاه يحضر لا محال اسمع اسمع وما حد بشد اندبه وتعذره علي وين 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 انولد هم سائل سؤال وسل جدار الكعبة شنه الفطرة علي من انولد يقرأ الامتهال آسيا ومريم وكل مخدرة علي 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 من انولد يقرا الابتهال آسيا ومريم وكل مخدره واسمه من اسم الاله بلا جدال وبالزبرجد لقى حروفه مشذره علي من الذيب بلاد الغزال وعلم سهل أمور كل محيرة هذا ابو حسين وحسن عز الرجال وهذا ابو العباس سبع القنطرة عمي هذا هذا ابو حسين وحسن عز الرجال وهذا ابو العباس سبع القنطرة قل لي يا رجال خصال وهم تظن مثل بعد جابت جابت مره الوالاك يا ابو حسين في اخر تنال جنة الخلد ودخلها مصاقرة ويلي متوالي علي يلي متوالي علي شد الرحال وطب جهنم ما إلك
كل مغفرة. والسلام عليكم ورحمة الله. كل الشكر والتقدير لرادود أهل البيت قحطان البديري جمهورنا الكريم. يا بوم النكوسة يلا صل على محمد وعلى محمد. خدمة إيه بس الهوسة يبيلها حماس شوية. ها خوتها بعد أعلى ها خوتها الفقارك مواقف والرقاب والشهود يا علي يا علي يا علي يا علي وسيفك من يسالف يظل يحكي بزود الحوم المنصة وسيفك الرادود وجمهوره جمهوره جمهوره ما زعل سيفك جمهوره ما زعل جمهوره ما زعل جمهوره ما زعل سيفك. والسلام عليكم وعليكم السلام. العلي الذي فوق العلا رفع رفع بأرض مكة وسط البيت إذ وضع وضع أنت العلي الذي فوق العلا رفع رفع بأرض مكة وسط البيت إذ وضع وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجع طيب الله أنفاسك عزيزي وأسأل الله تعالى إن شاء الله يقضي حاجتك وحوائج الجماهير إخوانا وأخواتنا إن شاء الله. أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع من كنت مولاه علي مولاه علي مولاه علي مولاه اللهم اللهم غالبا والاه الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما قرعا وأنت ذاك البطين الممتلي حكما. قال النبي فداك أبوك يا زهرا يا زهرا إن هدات البرايا بنوك يا زهرا يا زهرا يا من ارضى ربنا من رضاها يا زهرا يا زهرا يا زوجة المرتضى في علاها يا زهرا يا زهرا سيدتي إنك خير النساء يا زهرا